الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023. معنا المترشح علي زروقي عن دائرة علي بشحام بجبل جلود. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي شمس أفام. مرحبا بك، عندك 3 دقائق علي زروقي باش تقدم لنا روحك والبرنامج الانتخابي نتاعك، تفضل. أنا اسمي علي زروقي، من مواليد 1956، مترشح للمجلس المحلي بمعتمدية جبل جلود عن الدائرة الانتخابية اللي هي عمة علي بشحامبة، المنطقة هذه اللي فيها قرابة 3000 ساكن، فيها زوج مدارس ابتدائية، فيها زوج مدرسة إعدادية اللي تحمل اسم الشهيد شكري بالعيد، كذلك دار ثقافة تحمل نفس الاسم الشهيد شكري بالعيد، فيها ملعب كرة قدم ومقر الجمعية الرياضية. هذه العمادة هذه هي العمادة الأم في معتمدية جبل جلود اللي تفرع عليها برشا عمادات. هذه العمادة هذه. فجمعية رياضية هذه اللي اسمها الاتحاد، واسم معناها الاتحاد ما جاش بلاش. هذه الجمعية تأسست 1947 بتشجيع من الزعيم النقابي والسياسي مرعاف حجاج، هذاك على شكل اسم الاتحاد هي. بالنسبة للجمعية الرياضية عندي برنامج إن شاء الله كان يكتب لي ربي يطول كل شيء، باش نسعى على بعث ملعب لكرة اليد وملعب لكرة الطائرة إن شاء الله. في البرنامج متاعي باش نسعى في بعث قبالة مالية باعتبار جبل جلود منطقة صناعية تقريبا 58 مؤسسة صناعية. فكرت باش نعمل على بعث قبالة مالية باش نقرب الإدارة المواطن في نفس الإطار تقريب إدارة المواطن ببرنامجي. طالب مركز أمن إداري لاستخراج الوثائق من جواز سفر وبطاقة تعريف وشهادة إقامة وبطاقة على ثلاثة وكل الوثائق اللي تستخرج من المركز الإداري. كيف كيف إذا باش نعمل على بعث، مع أنها منطقة صناعية وفيها برشا مؤسسات اقتصادية، على مكتب للتشغيل، خاصة نحن في جبل جلود عندنا برشا شباب عاطل عن العمل. كذلك في برنامجي نبعث قبالة مالية تجمع مالية مركز إداري اللي ذكرناه، قبالة مالية ومساعدة في الجمعية الرياضية. هذا هو اللي عندي، ذاك هو اللي عندي. مازال عندك 30 ثانية في الوقت متاعك سعلي، كنت حاب إن شاء الله أخوين حقوا جميع الطموحات للمواطنين بتاع جبل جلود إن شاء الله في الخمس سنين الجايين، كان كتب لنا ربي يفوز هو أخي. بارك الله فيك. ما عندك مضيف؟ لا ما عندي مضيف. واضح. إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.